صباح الخير يمه. هلا يمه. هلا. تفضل يا ولادي، هذا ثوبك، غسلته لك. يعطيك العافية. يعافي قلبك يا قلابي. زين، روح البس. بمان الله. هلا عاد أروح يما الغدير واغسل. أتعب. يا رب. هند، يا هند، علامك يا بتر. شو اللي اشوفه؟ نافرة ثوب الوسخ. شو يقول الناس عنه وعنك؟ والله مو هو انا، وكاد انهميتها. خذت ثوبه نظيف وشرت مكانه ثوب وسخ، اعرفها. خذ الثوب ودخل المحرم، مالت عليك من حريم. انتي اللي اسمك ميسة، خرعتيني يا هند. هيج هيج الناس تفوت على بيوت بعضها؟ تدري لو ما انتي غالية على قلبي ان شان تصرف تصرف ثاني معك. ايه غالية انتي، شلون تاخدي الثوب النظيف وتشري مكان وثوب وسخ؟ وش تقولي يا مهبولة انتي؟ انا اسوي هيج ليه؟ هذا هن ثيابنا نظاف وما عليهن خلاف، وانتي ما تفرقي ثوب ولدي عن ثياب عيالك؟ لله افرق، لكن هذا الثوب بالذات شريناه سوا، واحد لولدك المهبول والثاني لولدي. لله ما اذكر، ابد ما اذكر. اقول يا هند أنا تعبانة يا خية، روحي لبيتك وترتاح. إيه ودي أروح. روح بسيطة يا ميسة، بسيطة. ويا بنت منهم خوالك يا علامك يا متعب، اشوفك اليوم تعبان. اي والله يا اخوي فهد، احس اني بقل صح. ليه ما يجوا عيالك وينتبهوا لحلالهم؟ عيالي، الواحد يفرح انه يجي لعيال، لكن عيالي جايبين لي الهم والغم. ودك الصحيح الحق عليك، انت ما شديت عليهم من الاول. يا فهد اشد عليهم، لكن هالحريم قاعدين يدللون فيهم كانهم بنات، وهم ما وراهم الا المصايب. انا لله وانا اليه راجعون. اسمعني زين يا متعب، ونفذ اللي اقول لك عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل تريح. احس اني تعبان شوي ودي انام. ايه وش عليه، ومن تصحى تلقى الزاد اللي تحبه جاهز. ما نام بالشق عشان اطول بالنومه. ما يخال. برصدك. بمان الله. وانا بعد انام، بعدها احضر الزاد. يا عيال يا اللي من فوق المراجيب، لاتينات تري. شلونكم يا عيال؟ عيال يا عم فهد، احدنا يكبره وتقول عنا عيال؟ حياك الله يا عم، حياك الله. انا جاي اعلمكم شيء ما تعرفونه. أبوكم مريض اليوم، وقع برضه لما قام ما كان يشوف، لكن الحمد لله بعد شوي رجع له نظره. أنا جاي أعلمكم حالته، مع أنه وصاني ما أعلم أحد. نسلم عليكم. معنا الله.
هذا ابوي نايم. مقعد الحين يصحى. زين حياكم الله. تفضل. يما علامك نايمة، الدنيا عقب الظهر. وش بي؟ يما انت ما تشبعين نوم، يا نايمة يا قاعدة، قومي حضري لنا الزاد. زين هالحين اساوي لكم الزاد. زين حياكم الله. حيا الله مبارك وعد. احييك اخوي. يبا عيالي. احمد الله على سلامتك يبا. عسى ما شر. يا عيالي وينكم يا عيالي؟ هذا احنا يبا حولك. ما اشوف يا عيالي، ما اشوف. نهاني يبا، علامك يبا. ما اشوف شيء. ابوي احنا هاني، ابوي احنا هاني. ليه ما تشوفنا يبا؟ ما اشوف شيء. ما اشوف يا عيالي. ما اشوف. انت بتحرج صحيح يبا؟ اي هرش الصحيح. ما اشوف شيء يا عيالي، ما اشوف شيء. زين. يا علي الحكيم بساع. بالحال. لا تخاف يبا، لا تخاف، احنا هاني، احنا جنبك يا ابوي. خبر روحك. اي خلكم جنبي. خلكم جنبي، خلكم حولي. لا تخاف. يا علي! هذا هو الحكيم جاي. لا تخاف. سواد. سواد يا عيالي، سواد. تخاف يا ابوي، لا تخاف. هاي الحكيم، وش قولك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أدري وش أقول. أبوك فقد نظره وما عاد يشوف مرة ثانية. وش هالقول يا الحكيم؟ بدل قولك، شوف نوبة ثانية. يا الحكيم ما في عشبة تعطيها؟ اللي أقدر عليه أساويه له دواء يشيل التعب منه ويقوي حيله، لكن نظره ما بيد حيله، نظره انطفأ. لا حول ولا قوة. أسلم عليكم. من الله.